بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وشهد الأفاضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا العدد الجديد من حصتكم الأسبوعية بلسم، والذي أكيد إن شاء الله راح تكون فيه فائدة نستفيد فيها دائما بإثراء النقاش حول موضوع هام جدا. كنا بودنا راح نواصلوا الحديث على ما يسمى بالقلق عند الأطفال المتمدرسين، لكن ما تتطلبه الضرورة وما يمليه لنا الواقع يحتم علينا أن نغير الموضوع، ونتكلم اليوم على الكوفيد 19 بين الموجة الثالثة والموجة الرابعة. أكيد الموضوع يهم الجميع مثل ما يهم كل البشر في العالم، فنحن كذلك نهتم بالموضوع، ولمزيدا من الوقاية والحذر والتدابير الصحية وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، إذا نتطرق اليوم للحديث في هذا الموضوع، موضوع الكوفيد 19 بين الموجة الثالثة والموجة الرابعة. مشاهدينا الأفاضل، باسمكم جميعا أتشرف باستضافة والترحيب بالدكتورة ميهوب نجاة، أستاذة مساعدة ومختصة في التخدير والإنعاش. أهلا وسهلا دكتورة ميهوب. شكرا دكتورة، أنا اللي متشرفة بالحضور هنا معكم، نشكركم على الاستضافة. كما قلتي صح، الكوفيد 19 يعاود يولي اشاك فوا طبعا، دونك لازم اشاك فوا نعاودوا نجدوا كل حاجات، لازم تعاود تتجدد في كل مرحله للتذكير. نعم، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. طبعا الموضوع نتمنى وندعو الله عز وجل انه تكون رحمات ربنا يعني تقيسنا كالمرات الفارطه، رغم انه في العالم حدثت العجيب، حدث ما لم يكن في الحسبان في الموجة الأولى وفي الموجة الثانية، والحمد لله لطف الله عز وجل بنا في الموجة الثالثة، رغم أنها كانت قاسية، نوعا ما قاسية جدا علينا، وتعلمنا منها، حدث فيها أخطاء، حدث فيها بعض التقصير، فيها الكثير من المستجدات والكثير من الأشياء الغير متوقعة مع خصائص هذا الفيروس، خصائص المتحور الدلتا اللي لم تكن متوقعة طبعا عبر العالم، ليس فقط على الجزائر فحسب، وإنما كل العالم كان فيه التوقعات، إلا أنه بعض البلدان التي تأهبت للأمر واللي خدات احتياطاتها كانت مرت الموجة عليها بسلام نوعا ما، لكن نتعلم دائما من الخطأ، ولكي لا نكرر الخطأ نجدد التذكرة ونجدد الهمة ونقوي الهمم. فجاءت حصة اليوم من أجل هذا مشاهدينا الأفاضل. فمباشرة دكتورة ميهوب، وأنت مختصة في التخدير والإنعاش، وشهدتي وعشنا جميع الموجات الثلاث، اليوم نحن بين الموجة الثالثة والرابعة، الموجة الرابعة التي أقبلت على أوروبا وبأعداد هائلة، رغم التلقيحات اللي سبقونا لها، لكن واللي كانت يعني بأعداد كذلك هائلة، أعداد كبيرة في برنامجهم واستراتيجياتهم، يعني كل المنظمات الصحية العالمية. نحن نعلم أنه من خصائص الكوفيد 19 أنه ينتقل وفق دالة أسية أو اون اكسبونونسيال، منحنى اكسبونونسيال، معناها لما يكون فرد مصاب يصيب ثلاثة، لما يكون أربعة أشخاص راح يصيب 54، يعني أربعة أشخاص يصابون راح يعديوا 54، لما سبعة أشخاص تبدأ ترتفع راح نولوا في 1076، لما يكون تسعة أشخاص بمجرد نزيدوا برقمين فقط راح يتولي 8103، يعني من تسعة أشخاص، من سبعة أشخاص 1076، لكن لما ننتقل إلى تسعة أشخاص مصابين راح يعديوا 8103. هذه الدالة الأسية، هذا الانتشار سلون فورميل اكسبونونسيال كما يقولوا،
امر يحير، امر يخوف. ها طبعا واش نقولوا، واش تقولنا دكتور ميهوب في هذا الانتشار؟ احنا خدينا تجربه مع الكوفيد دلتا، المتحور دلتا، وخصائصه المرضيه، شده الاعراض الى غير ذلك، ممكن ذكرينا بها، ذكروا المشاهد، لانه باش تجي التوصيات فيما بعد على التدابير الوقائيه وغيرها، يعني لازم يكون عندها ارضيه لذكر الانسان ما مر بنا، مش سهل. صح، لذلك لابد من اخذ الامر بجديه. بجديه، نعم صحيح، انه الموجه الثالثه ما كانتش سهله، ما كانتش سهله، يعني كانت قاسيه بزاف. راكم جو بونس كو الناس كامل شافوا وعاشوا حاجات. انا جو بونس كو ما كاش عائله جزائريه ما عاشتش الكوفيد، واحد ولا زوج ولا ثلاثة، وكان عندهم مام وفيات في كل عائلة جزائرية، يعني للأسف ربي يرحمهم يعني أجمعين. شفنا بقساوة هذا المرض والانتشار، هذا داخل في الخطورة تانيك تاعو. علاش؟ لأنه ينتشر عن طريق دالة أسية، دونك الانتشار يكون سريع، سريع جدا، يعني إنسان قادر يعدي ثلاثة من الناس قدامه. إذا كان إنسان في غرفة كان مريض، راح يعدي ثلاثة ناس راهم قدامه، قاعدين قدامه. دونك على بها الاستنتاجات تاع هاد لي ميزور، التدابير الوقائية نتجت من هذا الشيء، بهذا الشيء اللي استنتجنا بلي لازم يتباعدوا الناس على بعضهم، لازم الوقايه بغسل اليدين، بلبس الكمامات، يعني ما يروحوش وين كاين الاكتظاظ، يعني بدون سبب. باغ اكزومبل على بها في الديبيو تاع بدايه الجائحه، غلقوا كل المراكز اللي فيها اكتظاظات، اللي هما العراس والجنائز والاسواق وكامل، باش الناس ما يتلاقاوش مع بعضهم. باسكو ديروا في بالكم، اذا كانوا في هذاك السوق كانوا 100 انسان، اذا كانوا 20 مرض، على حساب هذه الداله الاسيه يقدروا يحسبوا شحال الناس اللي حتمرض. نعم. على سمانه سمانتين شحال الناس اللي حتمرضوا. هذوك الناس اذا مرضت وما كانش عندها اعراض، هما تانيك راح يزيدوا يعدوا ناس واحد اخرين، والانتشار حيكون فظيع. المشكل راح ينتشر، المرض، الحالات راح يزيدوا بزاف في نفس الوقت. واي منظومه صحيه في العالم ما اذا كانت متطوره ما تقدرش تستقبل عدد هائل من المرضى في نفس الوقت، هذه هي الخطوره. نعم. علاش لازم نعاودوا فريمون نذكروا بهاد التدابير تاع الوقايه، باسكو لحد الان هي الركيزه تاع لا بريزون شارج من هذا المرض. المرض رانا حنعيشوا معاه، موجه ثالثه، موجه رابعه، ما على باليش بالك موجه خامسه، من العام الجاي العام على باليش، نتمنى ويروح. مي لكن لي ميزور باريير ولا التدابير الوقايه تقعد هي الحل للان، تقعد هي الحل، الحل الامثل، الحل الامثل. نعم، الى جانب التلقيح، لكن التلقيح اليوم طبعاً. حتى التلقيحات لما تكون في اثناء المرض، اثناء الموجة. نعم. هذا هو الاشكال. نعم، التلقيحات يعني هي من الافضل تكون ما بين الموجات، يعني في الفترات اللي يكونوا فيها انخفاض عدد الحالات، اللي يكونوا فيها عدد المرضى نقصوا بزاف. لان لو كان يكون التلقيح اثناء الموجه، يقدر يكونوا ناس راهم مراد لكن ما عندهمش اعراض، دونك نلقحوا ناس مراد وما عندهمش، يعني هذه ثاني تقدر تشكل خطوره. التلقيح الامثل هو يعني يكون ما بين الموجه والموجه، نهار ينقصوا عدد الحالات، هنا لازم حملات التلقيح لازم تكون كبيره بزاف، باش نربحوا الوقت، نربحوا الوقت على الموجه اللي رانا نقدروا تقدر تعاود نتوقعوها. نعم، باش الناس يكونوا محميين في هذاك الوقت، الانتشار ينقص، سيتادير ميم الانسان اذا يمرض الحالات يكونوا خفاف، ثم الناس تكون محميه باللقاح. نعم. طبعا مشاهدينا الافاضل راح نشوفوا مع بعض ريبورتاج، ومن بعد ان شاء الله نعاود نوصلوا الحديث.
إذا كان في ريثما نشوف الروبورتاج دكتور عميوب، فقط سؤال بالنسبة إلى شدة المرض وشدة الأعراض. لاحظنا أنه في فصل الصيف لما كنا في جويليا أوت إلى سبتمبر كانت الموجة الثالثة تتسم بمشاكل على مستوى التنفس، مشاكل حادة، نقص أكسجين، مع كان فيه عدم تحضير لهذه الحالات من ناحية تزويد الأكسجين في المستشفيات إلى غير ذلك. فكان فيه رغم أنه تداركت السلطات يعني فيه مساعدات، فيه الجميع كان مجند حول هذا الموضوع، وكان تزويد المستشفيات يعني يوميا بالأكسجين من مستشفيات أكبر ومن مصادر أكبر، فيما بعد إلى أن تدارك الأمر المسؤولين وكان فيه تزويد المستشفيات بالأكسجين. يعني قضية الأزمات الحادة على مستوى الجهاز التنفسي كانت كثيرة الانتشار، وفي حتى بعض المرضى في البيوت يعني كانوا يقتنيوا أكسجين يعني وبذلك تماثلوا للشفاء. هل يا ترى هذا راجع إلى كون أنه في فصل الصيف مع الحرارة كان فيه هذا العوز في الأكسجين، أم طبيعة المرض في حد ذاته؟ نحن لا ندري الدلتا كوفيد 19 متحور دلتا هل يمتاز بهذه الخصائص حتى في فصل الشتاء؟ هل ممكن أن نطبق عليه القوانين السارية على الفيروسات من قبل أو بعض البكتيريا من قبل اللي كانت مثلا في فصل الصيف تكون فيها انتشار وحدة في الإصابة، وفي فصل الشتاء يكون فيه أقل يعني أقل خطورة، مثل بعض البكتيريا مثلا السالمونيل مثلا، يعني هي كثيرة الانتشار وحادة في فصل الصيف، في فصل الشتاء تكون نوعا ما إصابتها طفيفة. يعني صحيح كاين بزاف الميكروبات اللي راهم يتمثلوا بهذه الخصائص، يعني تكون أعراض نقولوا فصلية ولا موسمية، صحيح. لكن أنا واش نقدر نقول لك كمختصة بالنسبة للكوفيد 19 بجميع متحوراته، ما نقدروش نقولوا باللي كاين فصل الشتاء ولا فصل الصيف. الحاجة اللي رانا نلاحظوها يعني في الميدان باللي المرض هذا راه يجيب موجات، صديق دي يجيب موجات، دي فترة يزيد عدد المرضى، ومن بعد فترة يصرى فيه تناقص، ومن بعد فترة يجي فيه تزايد عدد المرضى، ومن بعد فترة تصرى فيه تناقص. صحيح هذه الموجات سون كونديسيوني مضبوطين بالتدابير الوقائية، يعني بلوس نديروا التدابير الوقائية موا الموجة تكون عالية، تسمى هذاك لاكوب ولا المنحنى يكون موا يكون عالي، أقل عدد أقل عدد الحالات قل. نعم. الناس يتلقوا روحهم ما يتبعوش الوقاية وما يديروش واش لازم، الحالات راح يطلعوا بطريقة فظيعة، يعني ما نقدروش نتحكموا فيها. واش صرا في الموجه الثالثه؟ لاحظنا بعض التراخي دكتوره. صحيح. في الاونه الاخيره يعني زيارات في المستشفى. صحيح. اللي عندهم مريض في المستشفى يجيو الاهل تاعو يعني بكل اريحيه يزوروا المريض. صحيح. يعني هذا شيء مؤسف، هذا شيء مؤسف، باسكو رانا شفنا الموجه الثالثه واش كان، كيفاش عشناها، كيفاش عاشها الشعب الجزائري، كانت صعيبه، كانت قاسيه بزاف. كاين فيها عباد هلكوا يعني الله يرحمهم، دونك نورمالمون الناس ياخذوا عبره من هذا الشيء. انا ما نقدرش نقول للناس ما تخرجوش ولا ما تعيشوش، لازم نكملوا حياتنا نورمالمون، بصح نعيشوا بالوقايه. معليش انت تروح تقدر تزور مريض ولا تروح للسوق ولا تقضي حاجاتك ماشي مشكل، بصح اوموا تلبس الكمامه تاعك بطريقه صحيحه، اوموا اذا انت كنت مريض راك تحمي الناس اللي دايرين بك. نعم. اذا كان المرض حولك انت راك تحمي روحك. يعني لازم جو بونس كو هذه ما لازملهاش بزاف باش الناس يفهموها، راهي قضيه حياه او موت، يعني كي الناس يشوفوا ماليهم اعز عليهم قدام عينيهم يموتوا مش كيتش كاين حاجه باش يتعاضوا اكثر من هذا الشيء. يعني احنا بصدد الدخول المدرسي دكتوره ميهوب ان شاء الله غدوه ان شاء الله، بعد عطله دامت ثلاث اسابيع نشوفوا الطلبه والتلاميذ راحين يعاودوا يرجعوا لاماكنهم الدراسيه، ف
كيفاش راح نتوقعوا مع ارتفاع هذا يعني هذه الايام بداية العدد يرتفع، عدد الحالات راهو يرتفع. لازم كما نعرفوا يعني كانوا دراسات اللي وضحوا باللي الاطفال صحيح ما يقدروا يظهر عليهم المرض ما يظهرش عليهم المرض، يعني يكون سي كوم دي بورتور، وهما اللي ينقلوا العدوى. تما طفل صغير يتلاقى مع صحابه، يتلاقاو في المقسم ولا يتلاقاو في الساحات كيما يخرجوا، تما اللي تقدر تنتقل العدوى. ومن بعد ما تظهرش دونك الطفل هذاك ما يفيقولوش، ما يديرش حمى، ما عندوش اعراض تنفسيه، دونك يقعد يقرا ومن بعد يروح للدار، عنده الاولياء تاعو، عنده الجد تاعو والجده تاعو، عنده خوتو، عنده دونك تما اللي تصرى العدوى. ومن بعد تما اللي يبداو الناس اللي تكون سورتو مريضه عندها امراض مزمنه، تما اللي تقدر يظهر فيها المرض ويجيها هذاك صعوبه في التنفس. دوك الاطفال شفناهم باللي شغل سي كوم تما هما الناقل، هما الناقل تاع المرض. دونك لازم في التدابير الوقائيه في المدارس ثاني ما نقدروش نمنعوا الاطفال باش يكملوا. دوك رانا قريب ندخلوا على العام الثالث تاع ملي بدايه من 2019 تاع الكوفيد، دونك ما نقدروش نقولوا للدراري ما يقراوش ولا، مي الوقايه. دونك كيما كنت نقول لك الوسيله الوحيده اللي فيها اللي راهي بين يدينا وسهله التطبيق هي الوقايه. دونك لازم الدراري يقراو، بصح لازم لي ميزور، لازم كل المدارس توقف على تطبيق الوقايه في المدارس. وبيان سور نزيد على هذا الشيء اللقاح، لقاح لي لو بيرسونيل تاع لي زيكول تاع تاع اللي يخدموا في المدرسين. نعم نعم، بالك هذا الشيء يعاون في ان شاء الله، يعاون باش تكون ان شاء الله مام اذا كانت الحد من الانتشار، من الحد من الانتشار. نعم ان شاء الله. اذا ان شاء الله نشوفوا مع من روبورتاج اللي واجد ونعاودوا نرجعوا للنقاش ان شاء الله. التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية واللقاحات كلها طرق تعمل ضد تحورات فيروس كورونا كوفيد-19 المتعددة. خبراء الصحة أكدوا أن السلالات الجديدة أظهرت تغيرات من بينها الزيادة في قابلية انتقال العدوى وانتشارها بسرعة، والتي يمكن مقاومتها من خلال التدابير الوقائية والتشخيص والعلاج والتطعيم. كاين اللي يمشي بالبافات وكاين ما يمشيوش كاع، يقول لك ما كشفنا الكورونا. وهي كي تحكموا يقول لك ها بالك لا غريب خفيفه من وهي ماشي خفيفه تديه. الناس تعودت على الفيروس هذا، راهي نقدر نقولوا راهي تعايشت معاه. انا ملي نخرج من الدار نديرها حتى ندخل للدار. ندخل للدار نغسل يدي، نغسل وجهي، نغسل نحي حوايجي نغسلهم، ومن بعد خلاص نبدل حوايج واحد اخرين. الموجه الرابعه لوباء كورونا التي نشهدها بلادنا حاليا، هذه الموجه تمتاز بخصائص بتحور لهذا الفيروس، هذا التحور الذي شهدته بلادنا في الاونه الاخيره. أول حاجة يتميز بها هي تغير الأعراض. الأعراض اللي كانت عندنا في الموجة الأولى والثانية والثالثة تبدلت يعني بطريقة جذرية. أولاً الشيء الملاحظ هو عدم يعني وجود الحمى بشكل مكثف كما كانت قبلاً. قبلاً المريض يعاني من الحمى، هذه من الأسباب التي تؤدي المريض إلى مراجعة الطبيب. هناك أيضاً الضيق في التنفس، ربما في الأول في أول الوقت يعني عندما يصاب المريض بوباء بهذه الفيروس. الآن الشيء الملاحظ نجد خاصة آلام عضلية، آلام على مستوى الظهر، آلام على مستوى الرقبة، شعور بالعياء شديد، يعني شعور يمكن حتى هناك أشخاص لا يستطيعون حتى النهوض من مكانهم لأنه ليست لديهم القوة. شعور بتعب يعني مفاجئ، حتى أنه بعض يعني يطرح السؤال ربما تعب مفاجئ عندما أرتاح يروح ولكن ما يروحش. وبالتالي إحنا الرسالة يعني مدابينا المريض يتلقاها ما هي؟ أولا أنه بما أن الأعراض تغيرت فإنه حتى التعامل تاعنا يجب أن يتغير. في حالة إذا شعرت بأحد من هذه الأعراض وراجع الطبيب المعالج.
اذهب واقوم بفحص يعني دم او فحص مثلا للانف في تلك الفتره استطيع ان احدد في اي مرحله انا، هل انا اعاني من فيروس كورونا، هل انا ليس لدي فيروس كورونا، ولكن هذا كيفاش نقدر نعرفها غير اذا رحت شفت الطبيب المعالج. وتتوالى دعوات الأطباء والمختصين في الصحة من أجل حث المواطنين للتلقيح ضد فيروس كورونا في ظل مخاوف انتشار موجة رابعة للفيروس المتحور. أنا عندي سكر وما حبيتش ندير هذه الفاكسة مدام البرك باسكو مازال ما بينوناش بلي كاينه صح أي في قص منها وكاين بلي كذا وكاين ناس مرضت بها وكاين لا لازم تخاف مدام. التلقيح هو الحل الوحيد، ما عندناش حل واحد اخر في يعني باش نقدروا نكسروا هذه سلسله الاصابات من غير التلقيح. كيف مهم هذا لازم نفهموها حاجه، عندما نقوم بعمليه التلقيح لا يعني ذلك انني لن اصاب بفيروس الكورونا، يمكن ان اصاب بفيروس الكورونا ولكن اولا عدد الاصابات سيقل، ثانيا وخاصه خطوره الاصابات ستقل، عدد المصابين الذين سيقومون بالانعاش، عدد المصابين الذين سيحتاجون الى اجهزه تنفس اصطناعيه، عدد المصابين الذين ربما ستكون عندهم اصابات مزمنه. اللقاحات متوفره في كل مكان، قبل ان اقوم باللقاح اراجع طبيب في كل العيادات متعدد الخدمات او ربما الطبيب المعالج الذي يعني مازلني عند اتصال معه، لانه الشيء الملاحظ الثاني في ظل جائحه الكورونا لاحظنا عسوف كبير للمواطنين على الاقبال عند الطبيب. لماذا؟ لانه يخاف تكون هناك اصابه في فيروس الكورونا عند مراجعه الطبيب. ما عندناش حل، رانا عندنا سنتين ورانا ذاهبين على السنه الثالثه، هناك اشخاص عندهم سنتين ما قاموش بالتحاليل الطبيه، ما على بالناش شنو هو يعني في الواقع ما هو الواقع تاعهم، هل اصيبوا بفيروس كورونا وشفيوا، هل لم يصابوا بفيروس كورونا. حتى لما تطرحين السؤال ليس لدينا اجابه. ويبقى الحل الوحيد للتصدي للمتحور الجديد هو اقبال المواطنين على التلقيح والاخذ بالتدابير اللازمه. نعم، شكرا لزميلة لويزا دغال على هذا الروبورتاج. طبعا كذلك الفرقة الطبية اللي استقبلتها. حقيقة دكتورة ميهوب، يبقى الأعراض اللي يعاني منها المريض أعراض جد صعبة والمضاعفات ممكن تكون أصعب، لكن في جو هذا الكوفيد 19 لا نقول أننا أهملنا حتى الكثير من الأمراض اللي ممكن جدا أي مريض يعاني من ضيق في التنفس نقوله كوفيد، قد يكون شيء آخر، قد يكون مشاكل على مستوى المجاري التنفسية، قد يكون مشاكل على مستوى القلب، مضاعفات. يعني ماذا تقولين دكتورة ميهوب؟ هي صحيح كي نشوفوا الأعراض تاع الكوفيد 19 تمد حمى، تمد سعال، تمد آلام في المفاصل، وجع في الرأس، تمد ضيق حاد في التنفس. وهاد الأعراض ماشي ما نشوفوهمش غير عند المريض اللي عنده الكوفيد. يعني كاين بزاف الأمراض واحد أخرين اللي يمدوا هاد الأعراض واللي هي فصلية، رانا في فصل واللي هي فصلية. دوك نعطيكم مثال، زعما ضيق النفس، ماشي كل إنسان اللي يدير ضيق النفس يعني سيستماتيكمون هو كوفيد 19 مريض بالكوفيد. لا، ضيق النفس يقدر يكون بروبليم في القلب تاعو، يقدر يكون بروبليم في لي بومون تاعو، لي انسوفيزون ريسبيراتوار، لي ديكومبونساسيون كاردياك، لي انسوفيزون كاردياك، تقدر تكون اون امبولي بولمونير كي نا رينا فار افيك لو كوفيد. دونك كاين بزاف امراض اللي فيهم تصدق فيهم نفس المواصفات ولا الاعراض اعراض كل الكوفيد. دونك على بها الانسان بيان سور لازم يروح عند طبيب يفحصو، يدير له اشعه في كونت يلفو، اذا كان عنده شك باللي كوفيد راح يدير تيست انتيجينيك ولا بي سي ار ويدير واسكانير اي تو، ولا كانوا شكوا في مرض واحد اخر القلب ولا كاين تانيك تعيارات واحد اخرين يديرهم كسوسوا تحاليل تاع الدم ولا اشعه تانيك اللي يبينوا باللي زعما مرض القلب ولا انسوفيزون ريسبيراتور بيان سور باش ما نطيحوش في الخطا. والمريض هذاك يداوى على حساب الحاله لو زعما نقولوا اذا دار ضيق النفس اون رابور افيك ان بروبليم تاع قلبه راح يداووه على جال البروبليم تاع قلبه ماشي تاع. نعم، باش الناس يعني تعرف هذا الشيء. وقد يكون المريض عنده يعاني من امراض مزمنه من قبل وعنده الكوفيد في هذه الحاله الاعراض راح تكون متضاعفه. بيان سور الحاله راح تكون متضاعفه، يعني للاسف شفنا بزاف حالات زعما نقولوا المريض راهو عنده كوفيد ومن بعد
يقعد بالكوفيد ومن بعد يمرض يدير دي ديكومبونساسيون تاع المرض المزمن تاعو، زعما اذا كان عنده مرض القلب ولا كان عنده زعما الربو راح يدير اون كريز دازم، راح يدير اون كريز تاع الربو، راح يدير تما هذاك الشيء راح يضاعف راح يضاعف الحالة تاعو، يعني تكون الحالة جد صعيبة يعني حرجة. نعم وكاين سيغتان باسيون تبدا الحالة ما تبداش بالكوفيد، تبدا بلا ديكومبونساسيون، زعما راهو داير اون كريز دازم ولا داير ان بروبليم كاردياك ولا داير مشكل نقدر نمد نيمبورت كيل مشكلة ودايرو ولا عملية جراحية ولا حاجة، ومن بعد الكوفيد يجي من بعد تما في هذيك الفترة تاع نقص المناعة تاع المرض، بالك الإنسان راهو مستشفي أوسبيتاليزي، دوك في هذيك الفترة تحدث له عدوى في المستشفى، ممكن تحدث له عدوى في المستشفى وممكن تحدث له عدوى عن طريق الأقارب تاعو ولا كيروح لبيته ولا كيروح عند طبيب في العيادات ولا حاجة، يقدر تما بصح تما الفترة اللي يكون فيها الجسم تاعو يكون ناقص من المناعة لأنه كان في فترة مرض معينة، كان في حالة ضعف. ضعف نعم. دكتورة ميهوب، حنايا لا نولي اهتمام بإعادة في فترة النقاهة إعادة البناء أو إعادة ترميم من صحة التعبير، لا نولي ذلك يعني عموما كثقافة، إذا كان ارتاح المريض من الكوفيد خلاص بمجرد أنه يكمل المضادات الحيوية ويكمل الأدوية وخلاص عاد التنفس تاعو عاد يصير طبيعي عادي. فيقول خلاص بريتو، ممكن جدا بعد ايام من بعد او شهر من بعد قد تحدث بعض المضاعفات. هي تقدر تحدث صحيح، لان الانسان يقعد مازال ضعيف، ولا بيريود دو كونفاليسونس هذه ولا النقاهه مهمه جدا. وعلاش؟ لانه صح الانسان بالك راحت له الحمى، راح له ضيق التنفس والحمد لله، ثم نقول الفتره الحاده راهي جازت، بصح مور الفتره الحاده في الكوفيد للاسف كاين فتره يطولها فتره تقدر تكون تاع المضاعفات، تقدر تكون لي كومبليكاسيون ترومبومبوليك، يقدر تما يدير امبولي بلمونير، يقدر يدير مشاكل عندها علاقه بصح في ماشي عندها علاقه مع الكوفيد بصح ماشي في وقت الفتره الحاده من بعد. دونك لازم الانسان يرتاح ثاني، يكمل الادويه تاعو، من بعد ما يكمل الادويه تاعو لازم يكمل الراحه، يشرب بزاف الماء، لي تيزان هذوك اللي نشربوهم ما يحبسهمش، يعني هذا العلاج نقولوا طبيعي طبيعي لازم يكملوا الراحه، يعني على بيه احنا الانسان نمدولو يعني يحبس على العمل ولا كان يعمل في كاش يعمل، يعني لازم يحبس على العمل اون بون بيريود، لازم الجسم تاعو نعطولو الوقت دو ريكوبيراسيون باش الجسم يعاود هذوك الالتهابات اللي كانوا عنده من الكوفيد وكامل كامل يبرا اون توتاليتي باش يقدر يولي العمل يولي. كاين بزاف اللي يقول لك كنت بيان ومن بعد غير وليت الخدمه سمانه من بعد بقات لي الفشله، كاين بزاف اللي يشكو من الفشله اللي تقعد لونطون، تقدر تقعد شهر هكذاك مر ما يمر إرهاق هذا كامل يشتكو منه، يقدر يقول لك غير وليت الخدمه ما قدرتش، يقول لك طبيبه نو ما وليت الخدمه ما قدرتش نخدم، نعاودو نفحصوهم ونشوفوهم باللي صح راهم في إرهاق، راهم عيانين ميم كي يمشوا هكذا كي حنا نقلبوهم في العيادات، هذوك نعاودو حنا نحطوهم في اون اغي ترافاي، تسمى حنا نعاودو نحبسو لهم الخدمه كوم سيك لا بيريود تاع النقاهه كامل راح نحاوها برا خلاصوا لي سيمبتوم الكبار ولا الخدمه. الوغ كو هذا خطا، نمدو دائما اون بيريود للمريض باش يستعفى باش الجسم تاعو يعاود يريكوبيري. شحال مده العطله المرضيه دكتوره ميهوب، ما رايك فيها؟ يعني كانت يعني من قبل في بدايه الكوفيد كانت تعطى شهر كاملا، بعدين طبعا لاحتياج العمال الى غير ذلك فنزلت المده الى 10 ايام. هل 10 ايام هي كفيله بان يرتاح المريض ويتعافى ويرجع للعمل؟ هي 10 ايام، نقولوا هي 10 ايام كفيله باش الانسان يبرى، باش يروحوا له الاعراض تروح الحمى، باسكو 10 ايام هي الفتره تاع الدواء. دونك لازم يكون فترة يشرب الدواء تاعو، لازم يكون حابس عن العمل، ومن بعد جوستومون على حساب التطورات، إذا كان التطور عادي الحمد لله، إذا كانوا مضاعفات نقدروا نبرولونجيو هذوك 10 أيام. كاين اللي في 5 أيام
يتماثل للشفاء يتماثل للشفاء ويواصل العلاج تاعو يواصل الدواء تاعو فوالا. نعم. وكاين اللي 10 ايام وما يكفوش ما يكفوش. احنا واش نقول لهم للمرضى في اليوم العاشر تما نهار يخلص الدواء ولا نهار يخلص المده الزمنيه تاع العطله المرضيه يجي احنا نقلبوه ونشوفوه وندومونديو لهم تانيك تعيارات تحاليل تاع الدم نقدروا سيغتان مالاد نعاودوا لهم ميم دي سكانير اشعه ونشوفوا احنا اون جوج اذا هذا المريض راهو في حاله جسديه مليحه وكامل نديروا له يستمر العمل تاعو اذا شفنا سورتو الناس اللي يكونوا كبار في العمر شويه وعندهم مرض مزمن ولا واحد ولا زوج ولا ثلاثه شفناهم باللي مازال ما ريكوبيراوش مليح نقدروا نطولوا نزيدوا اسبوع اسبوعين نزيدوا على حساب الحاله المضاعفات كاين ولا ما كاش فوالا. تما في الاخير يقعد الطبيب هو اللي الطبيب اللي شاف المريض المره الاولى من المستحسن هو اللي يقعد يتبع في المريض حتى وين يولي للعمل تاعو تما هو اللي يحكم على الحاله المرضيه تاع الانسان في كل مره بيان سور. نعم دكتوره ميهوب فيه بعض المرضى يعانيوا من ارتفاع ضغط شرياني ويتعاطوا ادويه نتاع ارتفاع ضغط شرياني في الكوفيد لاحظنا انه معظم المرضى يصرى عندهم هبوط في مستوى ضغط شرياني لانه بحكم انهم ما يشربوش ما ياكلوش تنقص لافوليمي يعني الحجم نتاع الدم ينقص من ناحيه تمييه وبالتالي راح يديروا هبوط في مستوى ضغط الدم. فواش تنصحي المرضى اللي يكونوا تحت علاج مثلا هذا العلاج نتاع ارتفاع الضغط الشرياني هل يتوقفوا على تناول هذا العلاج ولا يعاودوا يشوفوا الطبيب نتاعهم؟ وطبعا الفحوصات يعني شويه تكون حرجه بالنسبه للكوفيد يروح عند طبيب مختص طبيب مختص يقول له مادام كوفيد ما تجيش عندي حتى نتبرع. يعني في الخارج راهم يمرضوا بالكوفيد يلتزموا البيوت يقعدوا في البيوت بصح تقعد عنايه طبيه تبقى طبعا تواصل عن طريق الهاتف ولا نعم عن طريق النت او النت عن طريق نعم الحمد لله الهاتف العصر اللي رانا فيه نعم كاين طرق تواصل اذا ممكن مشكلة. يتوقف عن تناول الادويه لانه اذا كان عنده ضغط منخفض ويزيد يتناول هو بالنسبه ليه الدواء تاعو لازم يشربه صحيح يلتزم بذلك صحيح. يعني حاجه نقدر نقولها باللي كامل اللي عندهم ضغط في الدم راهم مالفين كي يروحوا عند طبيب المختص تاعهم يقول لهم تشربوا هذا الدواء ويعطي لهم دي ليميت تاع الضغط صديق حد ادنى تما لو كان يقيسوا المرضى هذوك الضغط تاعهم ويلقاوه هبط تحت هذاك الحد نعم. يقول لهم ما تشربوش دواء. ومن بعد اليوم في هذاك النهار ولا اليوم الموالي لازم يتصلوا بالطبيب تاعهم باش يقول لهم واش يديروا جوستومون في الفتره الحاده تاع الكوفيد كاين الناس تولي ما تاكلش تولي ما تشربش الناس اللي تولي ما تاكل ما تشرب تشرب غير هكذاك في الدواء يقدر يحبس نقص كما كي تقولي ديزيدغاتاسيون نقص صار لهم ديزيدغاتاسيون نقص في التمييه دونك الدواء تاعهم تاع مومال كي ياكل عادي عنده ضغط دموي اللي يحتاج دواء بصح في هذيك الفتره الحاده تاع 10 ايام ولا اسبوع يصرى له ديزيدغاتاسيون دونك في هذيك لا بيريود بيان سور اذا لحق حد نقولوا 10 ضغط ولا 9 ولا هبط الضغط 8 ولا بزاف تما بيان سور لازم يتوقف يحبس بصح يتوقف مؤقت باش يفهمونا باللي ماشي يحبس الدواء طبعا ما ينحيش الدواء لانه المرض المزمن تاعو لازم له دواء يشربه كل يوم بصح الفتره تاع الكوفيد كاين ناس تقعد لها الضغط الدموي تاعها عادي وتكمل كاع تشرب الدواء تاعها وننصح كامل الامراض المزمنه مالغري يديروا كوفيد يكملوا يشربوا الدواوي تاعهم باش الامراض المزمنه تاعهم ما تبرتورباش تكون مستقره طبعا مرض السكري لازم يواصل ياخذ الانسولين او ياخذ نوعية الغذاء اللي تحافظ له على توازن السكر احنا متفقين على هذه الامور لكن فقط ارتفاع الضغط الشرياني ارتفاع الضغط ذكرته خصيصا يعني يقدر يكون عنده تأثير. نزول فوالا يقدر يكون نزول في الضغط باسكو الانسان ما راهوش ياكل ما راهوش يشرب عادي في هذيك الفتره يهبط الضغط دونك الانسان اذا قاس الضغط الدموي تاعه ولقاه هبط يتصل مع الطبيب المعالج تاعه تاع الضغط يقول له فوالا شحال لقيت باسكو الطبيب او داير على بالي بلي الاطباء دايرين حد ادنى
شغل سيكوريتي مع المريض، يقولوا له لا شفت الضغط الحق لهذيك الدرجه، حبس الدواء وعيط لنا نقولوا لك واش دير. يومين ثلاث ايام بالك، في هذوك يومين ثلاث ايام يكون تعافى شويه، رفض روحه طلع الضغط تاعو، يقدر يعاود يولي. والتوقيف مؤقت تاع الادويه باش نتفاهموا، بس كاين بزاف اللي يحبسوا الدواء. حنا يجونا في المستشفيات في العنايات المركزه، تجي من بعد يجيبوا الاهل تاعو يقول لك لا لا، هذا ملي مرض الكوفيد عنده 10 ايام ولا 15 يوم وكان عنده مضاعفات، ومن بعد نقولوا عنده لا طونسيون، عنده الرب وراه دواء. لا لا، طبيبه ملي بدا الكوفيد ما كان ولا يشرب حتى حاجه، هذا خطا فادح. نعم، باسكو خصوصا علاج الربو، خصوصا علاج الربو ولا علاج كيما السكري ولا القلب كذلك. السكري او كونترير نقدروا مع المرض الكوفيد يقدروا يطلع نسبه السكر شويه. نعم، مام مع الادويه اللي ناخذوها في الكوفيد. دونك او كونترير الطبيب المعالج لازم يقدر مام يزيد في الدواوي، ويقدر يزيد مام في لا دوز دانسولين. نعم، باش يقعد الانسان مستقر مام في هذيك الفتره الحاده تاع الكوفيد. نعم، إذا ممكن مراجعة الطبيب من خلال شخص ما أو مراسلة هاتفية. فوالا، ماشي يعني شرط يروح المريض، بالك. نعم، المريض يكون تعبان، وكما قلت يعني يروح المريض عنده كوفيد يروح العيادة. نعم، فيها ناس يقدر يكونوا ماشي مرض يعني خطر العدوى. فوالا، دونك الحمد لله دوكا عندنا الوسائل باش نتواصلوا عن طريق الانترنت او الهاتف ولا مام. حنايا في العنايه المركزه كي نحبوا راي تاع طبيب المعالج تاع داك المريض سبيسيالمون، نقدروا مام نكتبوا له بريه كي يكون المرض يعني اوسبيتاليزي، نكتبوا بريه لهذاك الطبيب اللي هذاك المريض ما يقدرش يتحرك لانه عنده ضيق النفس، يستحق اكسجين. بصح من زعما من طريقه المرض المزمن تاعو الفلاني عندنا مشكل، واش راه يشرب الدواء، واش تنصحنا؟ باسكو هو كمام يقعد الطبيب المعالج يعرف المريض افضل، يعرف المريض خير من الطبيب اللي يلقاه في العنايه المركزه. بالك حنا حيضر بعدنا اسبوع ولا اسبوعين وبعدين يروح لدارو. فوالا، خصوصا بعض الادويه دكتوره ميهوب اللي تتعلق بالقلب، الازمات القلبيه. نعم، اللي عندها مثلا عندي لي داكسيون تاع 8 سوايع كما لي بيتا بلوكون مثلا، من بدون ذكر اسماء الادويه. المريض هنا راهو باش يحافظ على استقرار عضله القلب على الاكسجين فيها، لازم له هذيك الادويه. نعم، وبالتالي لا يمكن انه يتوقف من تناولهم. هي صحيح في الفتره الحاده نهضر دوكا، نولي نهضر على المرضى تاع الاختصاص تاعي، لانه المرضى تاع العنايه المركزه يجوا في ضيق تنفس حاد، يسحقوا الات اكسجين اصطناعي. صحيح كي يجوا المرضى يكونوا في ضيق تنفس حاد. نعم، تكون الضغط تاعهم سواء يكون طالع بزاف ولا يكون هابط الضغط تاعهم، يعني سا ديبون الحالات. ما تقدروش تنحوا الاله باش حنايا اون جينيرال اون مانتيان لو تريتمون، نكملوه يستمر لو تريتمون، سوف اذا شفنا زعما دقات القلب هبطت نحبسوا هذيك الادويه اللي عندها علاقه مع دقات القلب. نعم، اذا شفنا الضغط حبس حنا نحبسوا، بصح نحبسوها بطريقه مؤقته. الادويه اللي تحبس ضغط الدم تما، كامل الادويه اللي تقدر دير ولا دارت مشكل في بيريود تاع الكوفيد، هذيك لا بيريود الفتره الحاده نقدروا نحبسوها. والله هذه يعني هذه لا كوندويت تاعنا. وكاين مرضى واحد اخرين ما عندهمش مشكل، يدخلوا يقعدوا مستقرين في دقات القلب تاعهم، يقعدوا مستقرين في الضغط مالغري عندهم ضيق تنفس اكسجين، تما لازم لهم كثافه عاليه تاع اكسجين. بصح نخلو لهم الدواوي تاعهم باش يقعدوا مستقرين في الامراض المزمنه تاعهم. وحنايا من جهه واحده اخرى نحطوا الدواء سبيسيال تاع الكوفيد اسوسي، نزيدوا معاه بيان سور الاكسجين ولا الاله اللي تخلى على جالها باش يقدر يتنفس مليح. نعم دكتوره ميهوب، عامل الخوف عند المرضى طبعا قليل وين الناس يناقشوا عامل الخوف، لكنه تاثيره. صح، شوفوا التلميذ برك في المدرسه ولا نشوفوا. صح، الطبيب امام وضعيه حرجه لما يتقلق خفقان القلب يزيد. اي انسان في وضعيه حرجه ارتفاع خفقان القلب، ممكن انسان يتقلق يطلع له حتى ضغط شرياني، كاين يطلع له السكر. صح، فعمليه حاله الخوف لها تاثير، الادرينالين نتاع الانسان تطلع، وطبعا وهذه عندها تاثيراتها تبعاتها. احيانا نشوفوا بعض المرضى يقول لك عندي ضيق تنفس، لكن لما نديروا الفحص بالاوكسيمتر نلقاو
التنفس تاعو طبيعي عادي. ماذا نقول للمرضى؟ يعني مع الكوفيد 19 مش من مصلحتنا ان المناعه تهبط بعامل الخوف، مش من مصلحتنا ان نزيد دقات القلب اللي ممكن تبعث جلطه لا سمح الله، تكون في وضعيه ساكنه ممكن الانسان يبعث بها الى ادق شريان ممكن في الراس لا سمح الله، وتكون عواقب. تكون عواقب صح. هي صحيح نقدر انا نقول لك لو كان تبعوا ملي بدا الكوفيد 19 في الجزائر، يعني نقدر نقولوا من فيفريي ولا من مارس 2020 فوالا في الجزائر، تبدلت الناس كيفاش تتعامل مع الكوفيد. نقدر نقول لك باللي الناس في الفترات الاولى يعني كان خوف كبير بزاف، كانوا الناس يجوا يعني صحيح كان سي نورمال باسكو المرض كان هذاك وين جا. ما نعرفوش وشنو هو ديجا المرض، وما نعرفوش الوقايه منه، ما نعرفوش وشنو هو العلاج تاعو، ونشوفوا غير في التلفاز وكامل باللي الناس راهو يؤدي بالحياه تاع الناس في الخارج. هذا شيء خوف في الخارج فوالا، كنا نشوفوه في ايطاليا ولا في انجلترا، ولا نشوفوا عدد ولا في امريكا عدد الموتى يتزايد، يعني شيء خوف. كانوا الناس بزاف، وهاد الملاحظه نزيدها، كانوا بزاف ناس اللي عندهم امراض مزمنه، مرض القلب ولا ما تعرب ولا تنفس ولا حاجه، بهذاك الخوف اللي داروا مشاكل تاع جلطات في القلب ولا في الدماغ ولا حاجات غاف، يعني في بعض الاحيان خدا بحياتهم. يعني مالوغوزمون الخوف يعني عنده تاثير ديريكت يعني على الاعضاء تاعنا، بالاضافه الى التاثير على المناعه، بالاضافه الى التاثير على المناعه، يعني عنده تاثير قوي مالوغوزمون، باسكو هو اللي راح يفا ديستابيليزي كامل المسار تاع الاعضاء في الجسم، المسار الجيد تاع الاعضاء. دونك الانسان اللي يكون عنده قلبه مليح، ما عندوش صح بصحه جيده، ولا الرئتين بصحه جيده، ولا الدماغ بصحه جيده، تقدر تجوز. مي الانسان اللي يكون عنده امراض مزمنه ويكون فراجيل وضعيف، هذاك الانسان ارتفاع الضغط يقدر ياثر فيه، ارتفاع دقات القلب ثاني يقدر ياثر فيه، الكوروناريا اللي عنده امبوشون في الشرايين في القلب، هذاك كي ترتفع دقات القلب خطر عليه، كي تطلع له لا طونسيون خطر عليه ثاني، يقدر يدير جلطه في القلب، يقدر يدير جلطه في الدماغ لا قدر الله. دونك سي فغي كو هذاك عامل الخوف يؤدي الى افراز ماده الادرينالين اللي هي طبيعيه في جسم الانسان، وهذيك ماده الادرينالين هي اللي تمد هذه الاعراض كامل، يقدروا يزيدوا خطوره على الانسان. نعم. هل تنصحون المرضى في يعني للتصدي لهذا هذه الظاهره، ظاهره الخوف او عامل الخوف، هل تنصحون المرضى بتناول مثلا مغنيسيوم زياده، او يعني هل وضعتم بعض المرضى يعني تحت مهدئات؟ صحيح صحيح، كاين مرضى يعني الحاله الصحيه الطبيه تاعهم احتاجت لازم نحطوهم تحت لانه لو برومي ابور، يعني ماشي ما نبداوش بالادويه، برومي ابور اللي بسيكولوجيك علاج نفساني، نبداو بعلاج نفساني دائما. بصح في بعض الحالات العلاج النفساني وحده نشوفوه بلي ما يكفيش، سورتو في هذيك الفتره الحاده، سورتو حنا نهضر لك على لي مالاد تاعنا تاع الانعاش. نعم. يعني يجوا في قلق يعني ما نقدرش نوصفه لك. اتفق معك دكتوره مهوب، المريض اللي عاش هبوط مستوى الاكسجين، ضيق تنفس، نعم، يعني يحوس على الهواء وما يلقاش، ما يلقاش، يعني هذاك هذه الحاله نيطا دو ستريس. وي بسيكولوجيك، يعني القلق البسيكولوجي اللي يكون فيه كبير بزاف. نعم. يعني ما يتوصفش. وحنايا اونيتي امني بارفوا، يعني الحمد لله ماشي كل الحالات، نحطوا مهدئات مسكنات بيان سور، ماشي بالمراقبه، بيان سور بالمراقبه وبالاستشاره الطبيه. حنا كي نحطوا المسكنات للمريض راهو مستشفي، يعني تحت اعيننا، ماشي راني نقول المسكنات يبداو اهل المريض في البيت يبداو يستعملوا في المسكنات، ابدا فيها خطوره. هذه باش نوضحوا، هذه فيها خطوره تحت استشاره، لما يكون في البيت استشاره طبيه، ما اذا يكون في البيت كاين مهدئات
نقدر نمدوهم في البيت لكن بعد استشارة طبية، هذه باش نتفاهموا عليها. دوك كي نحطوا المرض سوء هذوك المهدئات نشوفوا بلي الانسان يقدر يرقد، يطمئن يرقد، يعني ما عنده نقص في التنفس بصح بالماشينه هذيك يقدر يطمئن، تهبط له دقه القلب، تنقص الضغط الدموي ثاني ينقص، يعني والانسان يعني ياخذ يلقى راحته شويه في العلاج. دكتوره ميهوب، ماذا يقال عن متحور الأوميكرون عالميا؟ يعني رانا نسمعوا الأصداء هناك تصلنا في الجزائر، ظهور حالة متوقع أنها احتمال، إذا كنا نتكلم في البداية باللي المرض ينتشر على حسب دالة أسية يعني فورمولي إكسبونونسيال، هل متوقع أنه بعد هذه الأيام قد يكون ظهر ثلاثة أو أكثر من الحالات الأوميكرون؟ كيف ممكن أن نواجه إن صح التعبير الأوميكرون؟ ممكن جدا قد يشبه الدلتا، قد يكون أقل خطورة، لكن الانتشار متفق عليه أن الكوفيد عنده قاعدة واحدة هي انتشار إكسبونونسيال يعني أسي، فكيفاش راح نتصدى؟ هل من استراتيجيات ممكن يعني الأطباء يتوقعوها؟ يعني هي في الحقيقة كما قلتي المتحور أوميكرون كما الفيروسات المتحورات اللي كانوا قبله، الانتشار عبر الدالة الأسية يبين باللي الانتشار يكون سريع. ويعني الدراسات اللي احنا في بلادنا ما عندناش معطيات، ولكن دراسات نداروا في السود أفريك ومام في أنجلتير، يعني البلدان الأولين اللي داروا اللي كانوا عندهم الحالات بزاف وين 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 ظهر المتحور هذا. نعم. لاحظوا باللي كاين انتشار سريع اكثر من المتحور اللي كان قبله، يعني لاحظوا باللي كلينيكمون الاعراض ماشي كيما لا الاعراض هي نفسها، لكن الاعراض ماشي حاده، ماشي كيما مد الموجه الثالثه الدلتا ولا مي الانتشار كاين بزاف ناس حتى تكون تقدر تمرض تصاب. نعم. دونك هنا نعاود نولي التدابير الوقائيه، نعاود نولي الوقايه سي لو سول مويان، باسكو كيفاش راح ديري باش تحمي هاد الناس كامل؟ عندهم دو مويان، ما عندهمش بزاف، عندهم زوج طريقات باش يحمي روحهم. التدابير اللي لازم لو كانت عايشوا بها ما كاش لازم يخرج يلبس الكمامه تاعو بطريقه صحيه، وعندنا التلقيح بيان سور، التلقيح ما يبقاش ماشي اجباري، الناس اللي راهي مقتنعه بالتلقيح لازم تلقح ودير باش تحمي روحها وتحمي الاهل تاعها. هادو هما الطرق اللي راهم ديسبونيبل دوكا وكاينين باش الانسان يحمي روحه ويحمي اهله. هذا لوميكرون العدد الحالات يزيد، الداله الاسيه دونك المنحنى يقدر يكون انتشار فظيع، دونك سي لو سول مويان نحمو روحنا بهذا الشيء. على حساب توجور المعطيات اللي جاتنا من دراسات اللي اندرت في البلدان اللي قابلت ديجا هذا الفيروس، قالوا باللي ما كانش حالات بزاف اللي تحتاج الاكسجين، حالات تما كيما نقولوا المرض ما عدد الاستشفيات بزاف، بصح في لي سيرفيس في المصلحات العاديه لي سيرفيس كونفونسيونيل، ماشي لي سيرفيس دو ريانيماسيون، ماشي قاعات الانعاش. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. راح نستقبلوا الاخت ام محمد بن خنشله، استسمحك دكتوره. تفضلي. الو السلام عليكم. أم محمد بن خنشله. نعم. الله راكم لاباس؟ الحمد لله الحمد لله، وانتم بخير ان شاء الله. حكيمه عندي استفسار، انا مريضه عندي مرض مزمن، عندي الغده اللعابيه اسمها مريضه، اثرت لي على اللعاب. نعم. على الدموع على المفاصل. نعم. ودرت اسمها درت اللقاح، درت اسمها الفاكسة الأولى والثانية، وزركوا يعني هل نديروا الثالثة هاي ولا لا؟ اسمها احنا مدايرين العائلة نتاعي بكل، أنا الزوج الأولاد كل مدايرين اسمها اللقاحة الأولى والثانية، وزركوا عندنا شك في هذه الثالثة. بشفى عليك إن شاء الله. نعم راح أجاوبك دكتورة. الله يشفيك بارك الله فيكم. شكرا لك أم محمد من خنشلة.
نعم بشفع عليها نقول لها لهذه المشاهده. صحيح هي عندها مرض مزمن لازم لها سيندروم سيك. فوالا لو سيندروم سيك فوالا جافي كومبري. متلازمه الجافه نعم. دونك هي دارت التلقيح الاول والثاني. الثاني نعم، يعني باش يفهموا المشاهدين وعلاش جات هذه الفكره تاع اللقاح لا ثروازيام دوز، اللقاح الثالث هما توجور بارابور لهذا المتحور الجديد لوميكرون هذا. دونك دراسات نداروا وظهروا باللي اللقاح لا ثروازيام دوز ولا لو كان نديروا دو دوز، لو كان نديروا يعني جرعتين من اللقاح، لقاو باللي نسبه الحمايه من هذا المتحور اللي كانت 90% في المتحور دلتا تحمي الانسان للمريض، في اوميكرون لاحظوا باللي بين 60 و70% يعني نقص درجه الحمايه نقصت. وداروا دراسات كي مدوا لا ثروازيام دوز تاع اللقاح باللي هذيك النسبه تاع الحمايه تاع لوم بارابور ا لوميكرون بالنسبه للوميكرون تعاود تطلع ل 90%، يعني باش نولوا كيما كان دلتا بجرعتين. على بها جات هذه الفكره تاع اللقاح الجرعه الثالثه. انا ننصح الناس يديروا هذه الجرعه الثالثه باسكو ما راح تكون الا شغل غابيل، شغل تذكره تذكره كيما نديروا لي غابيل تاع الاطفال الصغار كيما لو دي تي باغ اكزومبل دي تا ديفتيري تيتانوس شاك 5 ولا شاك 10 كل 5 سنين كل 10 سنين لازم نعاودوا التذكيره في اللقاح. كيف كيف هذا ثاني هذيك التذكيره تعاود تستيمولي تعاود تحفز الجهاز المناعي ويخدم مضادات حيويه والانسان ما يقدر يكون غير محمي، يعني انسان ما يقدر يكون غير محمي ان شاء الله. إذن ان شاء الله نكون جاوبت على ان شاء الله على المشاهده. تمام. الاخ محمد الحافظ من تبرت معنا على الخط. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مساء سعيد اختي زهره. مساءكم اسعد. تفضلوا. جزاكم الله خير ان شاء الله ربي يحفظكم. امين. نسال ربي عز وجل ان شاء الله في هذا اليوم المبارك وفي بدايه العام الجديد ان يشفي ان شاء الله ان شاء الله نسينا العام الجديد صح واني يلوح علينا الرحمه نتاعو ويراينا بعين الرحمه. اللهم امين. علاش هذا الشيء؟ لانه اول حاجه نسقسيك عليها اختي زهره والدكتوره نعم معك والبروفيسور قضيه السلالات المثيره للقلق. نعم. ايه موجود يعني بين كوفيد 3 وكوفيد 4 المجتمع يتبع يسمع الناس تشتك بعضها الاعلام يهضر من جهه يسمها وضعيه الانسان الجزائري بكل الاجناس نتاعو والاطوار نتاعو. السلالات المثيره للقلق هي سلاله دلتا ولا واش من سلاله الان؟ لانه كي نقلقوا بالكوفيد كامل ولا نقلقوا غير من سلاله دلتا؟ لانه سلاله دلتا يحكوا عليها ياسر يقولوا هي اللي تدير وهي اللي الخطيره بزاف وهي نضوا على الطبيبه راح توضح لنا شويه هذه المساله لانه في وسط المجتمعات والتجمعات الشبانيه عند الناس الكبار يصدقوا لانه يقول لك انا كبير في السن وعندي مريض وعندي سكر لاطونسيون وعندي شويه حوايج عندي الكحه راني فت 60 يبقى يسعف ويرضخ لبعض الاجراءات وبعض التدابير. اما الشباب عندهم هذيك الحراره يبدوا يتناقشوا في بعضهم كاين منها ما كانش منها. هل هذه السلاله تاع دلتا هي الاخطر ولماذا؟ الاخطر كاين سلالات واحده اخرى انا سمعت واحد المره واحد التقرير في دعم الاذاعات يحكوا على بزاف سلالات ماهوش اختصاصي باش نحفظهم ولا نعرفهم مليح لكن الله اعلم راح نلقوا الضاله عن تاعنا عندكم ان شاء الله باذن الله عز وجل. هذا الامر الاول ان شاء الله ربي يبعد القلق على كل المؤمنين سواء كان صغار ولا كبار لانه اللي يقلق عنده امتحان هذا عنده عمل هذا عنده مباشره اشياء يمارسها في المجتمع هذه امه ربي هذا طفل راهو يمارس في بعض الاشياء اللي هي رياضيه ولا علميه. مهم القلق بمساله الدلتا هذا لازم يتقشع من الطريق باش يخلي الناس تمشي في حياتها عادي. لماذا هذا سموه السلاله هل هي بالضبط خطيره ولماذا؟ النقطه الثانيه اختي زهره دكتوره زهره فعاليه اللقاحات مع السلالات الجديده كي نديروا اللقاحات والان رانا نسمعوا عالميا ماهوش غير في الوطن تاعنا ولا في افريقيا ولا كاين اللقاحات اسكو عندها فعاليه مع السلالات الجديده لان السلالات هذه ماهيش متوقفه لانه احنا ملي بدات 2019 وحنا نسمعوا سلاله كذا سلاله كذا سلاله كذا هذه الانواع تاع السلالات اللي راهي تتفق علينا كي المطر ربي عز وجل ان شاء الله يبدلنا بها بالمطر تاع الماء. نعم. ان شاء الله يا ربي ويشفي كل مؤمن. امين. المساله الثالثه دكتوره زهره نعم. ما هو الحل الامثل
ما هو الحمل الامثل للقضاء على التحورات. شوف بين انا اللي نتبع شويه الاخبار، لانه انا في وسط مجتمع تاع عمال، الطبيب يهضر الامام يهضر العامل يهضر شاف سيرفيس يهضر، وكذلك في المجتمع العام تاع الناس. وش هو الحل الامثل للقضاء على التحورات؟ يعني بين التحورات والسلالات واللقاحات. هذا اللقاح من اللقاح، لانه كاين الناس ما داروا لا الاولى لا الثانيه من الابره، وما بهم والو، يصلوا بالجامع يروحوا للسوق يروحوا لابوست ويقضوا في صوالحهم عادي. وبالتالي هذاك اللي دار يبدا يتساءل يقول هذه التحورات هذه تصيبني غير انا؟ لماذا؟ حاب نقول باللي المساله ما هو الحل الامثل باش هذاك اللي ما دارش يقتنع واللي دار يقتنع. هل هو الوقايه؟ هل هو التطعيمات؟ هل هو شيء اخر؟ يعني هل الاختصاص اللي يقدروا يعطونا هذا الرؤيه ويزيحوا اللثام على هذه المساله بالضبط. المساله الاخيره اختي زهراء، الدكتوره زهراء والبروفيسور اللي معاك، ما هو الشيء اللي يعطينا الامل في الوعي، في وعي الناس، يعني في وعي الأسر، في وعي المجتمعات، في وعي الإدارات، في وعي العمال تاع الشركات، لأنه مجتمعنا راه منتشر على كل الأصعدة. يعني ما نقولوش بلي الناس برا ما همش واعيين، ما همش يديروا، مش ياخذوا في الرأي، ما يسمعوش، واحد مكذب، واحد ماهوش مكذب، واحد مصدق، واحد مصدق نص نص، واحد كي تقول له مثلا الليبرة الثالثة راه كدير الثالثة، يقول لك ماهيش حابسة، معنا أنا حياتي كاع نضرب في ليباري. ما عندنا واحد النقطة برك صرنا هنا في المجمع تاعنا تاع العمال. عندنا كي ندخلوا من العمل اللي يديروا لنا هذاك التاست هذاك نتاع الانف هذاك. نعم. بي سي ار، وكي تدخل للشركه باش تخدم العمل نتاعك تقعد يومين يعاودوا يديروا لك واحد اخر تاع النيف. يعني ما فهمتش النيف هذا مسكين مقواه. يعني بتعبير يعني بسيط وعامي. كل مره يديروا لك كداس وباش يتستوك في الاول باش ما تعديش الناس، ولا كي تدخل تقعد يومين ثلاثه باش يتاكدوا باللي ما فيك والو. عفوا الاخ محمد، لما نعم تدخل للشركه ديروا بي سي ار، شحال تقعد في الشركه؟ كم تقعد؟ شهر. تقعد شهر في الشركه يعني. نعم. 28 يوم. نعم. اي كات كات. اي نعم. يعني لازم توضح لنا شويه طبيبه. واضح. طبيبه هضروا معاه قالوا لي دير ندير الفرم لي مامور باش يدير الاجراءات، لازم تجي من فوق من شركه ام وحده اخرى تتحكم في الشركه اللي هي فرعيه واللي هي مثلا سوتريتون. الوعي هل هو الامل باش يعطونا امل باللي راه ما بينا والو، ولا رانا نمشوا عادي باش لمنع انتشار هذه الموجه؟ هل هو الوعي وحده برك يبقى، ولا الامل في اننا لاباس علينا ورانا نتمتعوا في مجتمع حي ولاباس به؟ ربي ان شاء الله يمتعنا ويمتعكم بالصحه. وشكرا لك دكتوره زهراء. شكرا. احسن الله اليك. شكرا للاخ محمد الحافظ من تقرت، دائما يعطينا نقاط مهمه جدا، واليوم اعطانا اربع نقاط يعني راهو وكل نقطه ممكن ان نقول فيها محاضره فيها لما نفرعوها. السلالات المثيره للقلق دكتوره ميهوب، هل هو دلتا اللي كان عشنا دلتا في جويلية وفي اوت سبتمبر، يعني شفنا دلتا لم يكن سهل، هل هو فعلا هو المثير للقلق ام قد يكون هناك؟ لان التحور في حياة الفيروسات شيء عادي. شيء عادي. لك الكلمة دكتورة. شكرا. صحيح الفيروسات عندهم هاد الصفة التحور، يعني كي يكونوا خاصية التحور كي يكونوا. نعم. راح يتكاثروا، ولي فيروس ايغين يعني الفيروسات اللي عندها الماتيريال جينيتيك ولا الجينات تاعها هي ايغين، عندها نسبة كبيرة تاع التحور، تسمى عندها ان ريس كبير باش تتحور كي تكون حتتكاثر. يعني هي واحد الانسان لازم كيفاش يماجينيها، شغل سلسله راهي تتخدم ومن بعد في ان مومون دوني يغلطوا في الشفره. في الشفره، فكي يغلطوا في الشفره او كاين شفرات اللي يتبدلوا ما يمدوش فرق في السلسله تاع الفيروس، دونك هذاك يقعد دلتا. بصح كاين نقاط متعينه في الجينات تاع الفيروس، اذا توشاو بهذيك الخطا في الشفره هذيك راح يتحول كومبليتمون لو فيروس. وكيفاش حنا كيفاش راح يعرفوا هاد التغيرات في المخبر؟ في سي لا بيولوجي موليكولير، يديروا لو سيكونساج، التركيب، جو سي با كيفاش. نعم. التركيب الجيني يشوفوا لي جين اسكو يكومباريو مع لو دلتا عنده ماتيريال جينيتيك ستاندار،
يكومباريو معاه لي فيروس اللي جاوا من بعد، كيجوا زعما دي بريليفمون تاع لي مالاد، ينحوهم المرضى ويشوفوا ها هو هذا كيما دلتا، هذا ما عندوش متغير، هذا راه متبدل كيما دلتا مي متبدلكم في الشفره وين حساسه، دونك يتبدل كومبليتوم لو فيروس ما يوليش دلتا، يولي اوميكرون باغ اكزومبل داكور. دونك سي كوم سا كيجو. اوميكرون ماشي هو الاخر متحور باش تكونوا على بالكم، يقدروا يكونوا من على ايامات ولا شهور يظهر متحور واحد اخر في كاش بلاد. فوالا مالوغوزمون هذه هي التكاثر تاع الفيروسات، ما عندنا ما نديرو. الحاجه اللي حبيت نقولها، كان يقول الكبار تلقاهم توجور رادين بالهم على روحهم، والصغار توجور يقول لك حنا المناعه، ردوا بالكم. باسكو انا شوفوا اون طونك مختصه خدمت في العنايه المركزه من بدايه الكوفيد في الجزائر، رانا قريب ان شاء الله على عامين ولا ثلاث سنين، نقدر نقول لكم شفت صح الناس الكبار مراد عندهم امراض ازمنه توفاو. في الموجه الثالثه كانوا عندنا بزاف ناس شباب فوالا، وكاين اللي كانوا عندهم امراض مزمنه، وكاين اللي ما كانوش عندهم، كان يعني انسان شاب سبورتيف يعني رياضي لاباس به لياقه بدنيه جيده، وكاين اللي لحقوا داروا حالات حاده وشفاو، كاين مالوغوزمون اللي توفاو. دونك باش يكونوا عارفين هذوك اللي يقولوا بلي حنا رانا في لياقه مليحه، لازم يردوا بالهم بلي الوقايه لازم تكون للشباب والكبار. اوني توس كونسيرني باغ الوقايه، مش كاش فئه لازم لها الوقايه ولا لا. ما نقدروش نقولوا بلي هذا المرض مؤثر على فئه الكهوله او على فئه الشيخوخه، باسكو راهو ياثر على كل الشرائح. نعم. وقال كلمه مليحه يعني نشكر الاخ، قال هل نخافوا من البرك من الدلتا ولا نخافوا من الكوفيد؟ انا نقول لك خاف من الكوفيد، باسكو الكوفيد هو المرض الكبير، هادو متحوره درانا مع الدلتا من الفوق لا قدر الله ما نعرف واش راح يكون. دونك انا نقول لك خاف من الكوفيد لانه مرض الدلتا، وعلاش؟ باسكو اي تي فيرولون كوم الفيروس، كان عنده شده، كان عنده يعني يدير التهابات حاده في الرئتين في الاعضاء تاع الانسان، وكان يؤدي بالموت للانسان. على بها نخافوا احنا، علاش متحور؟ كاين متحورات ما يديروش هاد الاعراض الحاده المميته في الانسان، كاين متحورات كيما الدلتا دار في الموجه الثالثه، شفنا بلي دار اعراض صعيبه، ضيق تنفس، يسحق اكسجين، تقدر تقول اكثر من 50% تاع الناس لازم لها اكسجين، يعني عندها يعني من التهاب. ناحيه الاعصار الالتهابي، اعصار التهابي، الناس كامل مرضت في الدار ولا في المستشفى، كامل محتاجين اكسجين. علاش صرا مشكل تاع الاكسجين؟ لانه بزاف الناس مرضت في نفس الوقت، ومرضت مرض حاد في نفس الوقت، التهاب حاد في الرئتين في نفس الوقت، يحتاجوا كامل اكسجين بنسبه، يعني كاين اللي يحتاج بزاف الكثافه، كاين اللي شويه كثافه، بصح لا ماجوريتي مجملهم كانوا يحتاجوا الاكسجين. كي مرضوا كامل او ميم طون، كامل الناس ولات تستعمل الاكسجين، تما اللي صرا بروبليم تاع الاكسجين وصرا النقص، باسكو في المستشفيات كثافه كبيره يحتاجوها المرضى، في البيوت الناس ولات تقتني القارورات ولا تحتاج الاكسجين، دونك سي بور سا ما كفاتش. دونك دلتا كان فيرولون، لحد الان احنا مازال ما عندناش معطيات في بلادنا لهذا المتحور الجديد اوميكرون، بصح راهم يجونا معطيات من لافريك دو سود، من انجلترا، اللي عندهم من بلدان اخرى اوروبيه كيما فرنسا، كيما اللي راهم تعاملوا مع هاد مام، هما تلقى في المصلحات تاعهم عدد كبير تاع المرضى تاع دلتا، تاع كوفيد 19 دلتا، وراهم يجوهم مرضى عدد اسره شويه تاع الاسره يحطوا فيهم اوميكرون، مام هما لحد الان مازال ما يعرفوش الاحصاءات واش راح تكون، واش راهي دوكا واش راح تكون، رام على حساب الدراسات ولا الملاحظات تاع الخبراء تما ولا تاع الاطباء اللي راهم في الميدان، ام يقولوا بلي سرعه الانتشار هذه هي مفروغ منها تاع هذا المرض، علاش حنا رانا متخوفين ورانا ناكدوا على الوقايه. ولحد الان مام لي زوسبيتاليزاسيون الاستشفيات راهم كاينين، بصح قلال في العنايه المركزه، تما الاستشفيات يكونوا بزاف في المصالح العاديه، لانه يمد اسكو لوميكرون
تسمى هو المتحول الفيروس اللي هو سبب يمد شغل ان تابلو كلينيك يمد اعراض خفيفه اللي تحتاج برك استشفاء في مصلحه عاديه ماشي شرط عنايه مركزه. ولا ما نساوش بلي كاين فاعل واحد اخر اللي هو التلقيح هما ثاني كيزنكريمين التلقيح باسكو في هاد لا بيريود كامل الموجه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه كان كاين تلقيح دونك الناس يتلقحت اسكو لو فات اللي الناس اللي خدات التلقيح تاعها لهذا المتحور ميم اذا كان شرس مع الناس يكونوا محميين يديروا حالات بصح ماشي خطيره اللي تحتاج كثافه كبيره تاع الاكسجين ولا مميته ولا تحتاج الاستشفاء في العنايات المركزه. فوالا دونك هذه بارابور لهذا السؤال الموالي حول فعاليه اللقاحات بصراحه. الوغ جوستومون كنت نهضر جوست مع المشاهده اللي كانت من قبل الفعاليات هما الدراسات اللي داروهم يعني لحد الان حتى حاجه ما راهي كيما نقولوا مضبوطه فاليدي حتى حاجه ما راهي مضبوطه ديفينيتيف 100% مي الدراسات راهم يقولوا باللي روماركاو باللي لوميكرون ولا هذا المتحور مو ميكرون ولا متحورين بالك اللي راهم جايين الفعاليه تاع زوج جرعات تاع اللقاح روماركاو باللي ناقصه تكون ناقصه ب 60-70% بارابور للدلتا جرعتين تاع اللقاح كانوا يمدوا لنا اون افيكاسيتي ولا فعاليه تاع 90% دونك دراسات داروا قالوا لو كان نزيدوا الجرعه الثالثه تسمى نزيدوا نواسوا الجهاز المناعي الانسان يخدم تحفيز اكثر وباش تطلع الفعاليه ل 90% ميم للمتحورات فوالا وباش تكونوا عارفين يعني هذه بين قوسين باش كي نتكلموا على اللقاحات نروحوا برك اللقاحات تاع الاطفال اللي نديروهم اللي يزيد الطفل حتى يكبر كاين لقاحات يندارو حتى في لاج ادولت حتى الانسان ويكون كبير كيما لا ديفتيري لو تيتانوس يندارو كاين دي غابيل اعادات كل 5 سنوات ولا كل 10 سنوات يندارو باش الجهاز المناعي يقعد دائما محفز ويخدم هذوك المضادات الفالا المضادات باش يحمي نفسه دونك هما راهم يخمو من هذه الطريقه لو فات اللي نزيدو في الجرعات نزيدو نحفزو الجهاز المناعي وربما نزيدو نكبروا الوقايه والفعاليات واللي 90% ما اكثر فوالا وبالك منا في لافنيغ في لو فيتور ما نعرفوش العلم راهو يتقدم بالك يكونوا متحورات شرسين يعني ما نتمناش يقدروا ما يخدموا لهم لقاحات سبيسيال ليهم سبيسيفيك ليهم كيما دوك كاين مخابر دوليه راهي تخمم كيفاش تقدر تخدم ميم لقاح مضاد باغ اكزومبل لوميكرون ولا متحور واحد اخر ولا سبيسيالمون لهذاك خاصه اذا كان شرس واذا كان مميت يعني شي ما نتمناش ان شاء الله ربي يبعد علينا هذا البلاء. الاخ محمد الحافظ راهو يفكر في افضل الاستراتيجيات يقول لك القضاء على التحورات. تحور خاصيه من خاصيه الفيروس يعني الانسان ما عندوش دخل فيها لو كان فيها دخل يعني كاين صح بعض الميكروبات باش تنتقل ولا باش لازم لها شغل كيما نقولوا ما نستعملوش واحد الادويه هكذا سيغتان باكتيري سورتو ميكروبات هكذا يا نستعملوا لي زونتيبيوتيك لي فوالا نستعملوا لي زونتيبيوتيك بطريقه عشوائيه علاش نقول لكم لي زونتيبيوتيك ماشي انت تمرض تجيك الحمى ترفد لي زونتيبيوتيك وتبدا تشرب نو باسكو جوستومون هذوك الميكروبات كي تمد لهم دي زونتيبيوتيك بطريقه عشوائيه راح يقدروا يتحوروا بصح نهضر على لي باكتيري الفيروسات يعني ما نقدروش نتاثروا فيهم ديجا ما عندهمش مضاد الفيروس هو لو فاكسان باش نتفاهموا والانسان ما عنده يعني حتى دخل في التحور انا قلت لكم التحور هو الي فريكون يعني يتردد كي صار التكاثر تاع الفيروسات في التكاثر شغل الماشينة تكون تخدم وبعد كي صار ديفو في الماتيريال جينيتيك في الجهاز الجيني تاعو يصرى كي هذيك العطب يصرى في منطقه ماشي مهمه الفيروس حيكون نفسه مالغري يكون فيه عطب الفيروس راح يكون متشابه لوريجينال بصح اذا كان في مناطق حساسه شفره تكون في مناطق حساسه راح يتبدل كاع الجين تاع لو جين تاع الفيروس يتبدل ويجي فيروس جديد
وهذاك هو المتحور الجديد ويعطوا له اسم جديد. يعني الانسان ما عنده حتى دخل، الانسان عنده دخل في حاجات واحد اخرين باش نحموا روحنا، اللي هما الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه. الانسان هنا صح يقدر تدابير الوقائيه، يعني اللقاح عنده فعاليه بصح يقعد اختياري، بصح الحاجه الاجباريه هي تدابير ممكن الانسان تدابير الوقايه يدخل تباعد تدابير الوقايه. نعم. يتدخل بانه يحمي نفسه ويقعد في البيت ما يخرجش الا للضروره. اذا كان خرج يلتزم بالوقايه، لبس غسل اليدين، لبس الكمامه، ثم لما يرجع لازم يغسل يديه، ما يمسش في وجهه، ما يمسش، ما يحكش عينيه، ما يحكش في انفه، لانه ممكن جدا يكون حامل اذا مس اي مكان يكون فيه رذاذ لا سمح الله، هو ما على بالوش، او التقى بانسان مصاب هكذا. طبعاً. الاخ محمد الحافظ يعمل في شركه، وفي كل مره يدخل الشركه، لما يدخلوا الشركه العمال لابد انه فيه قوانين يعملوا لهم ما يسمى بالPCR، الفحص عن طريق الPCR، ومن بعد بقائهم في الشركه مده 28 يوم من بعد يخرجوا. هل هذا التصرف صحيح من طرف الشركه ام هو فيه زياده يعني على كيفاش تم 28 يوم يكون يعمل، يعني يكون يعمل في الشركه يكون ما يخرج يعمل، ومن بعد كي يكون راه خارج ريكوبيراسيون، كي يجي داخل الشركه يحدث الفحص بالPCR، ممكن عمل مغلق يعني يكون في دوره مغلقه، يعني هذا شيء عادي يعني. نعم. ولازم حمايه للعمال، لازم باش ديجا هو اذا كان مريض باش يعطوله الادويه ويبعدوه على الناس اللي ما راهيش. نعم. من جهه العائله تاعو، يعني من جهه العائله تاعو، من جهه الزملاء تاعو. نعم، باش نقولوا باللي الشركه راهي تقوم بعمل لابد ان يتم، يعني بالك تقلقوا من لي تيست، مي ما كانش حل واحد اخر باش نديتيكتيو الفيروس، كاين غير لا بي سي ار ولا لو تيست انتيجينيك كي ديسپونيبل دوكا. دونك هذا شيء عادي، وبالك يخرج من الشركه، بالك هذيك تما قبل ما يخرج من الشركه لازم يديروا له تيست. لا، هو لما يجي داخل فقط. لما يعني يجي داخل يديروا العمال، طبعا شيء طبيعي، هذا شيء انا نقول اجباري، لانه مالغري تكون في دارك، بالك تكون حامل فيروس ولا يكون واحد في العائله ولا الجيران ولا الاهل ولا يكون مريض، راك تدخل في الشركه ما على باليش هذيك الشركه شحال فيها العمال، راح تنقل لهم بالك راح تروح تستعمل اماكن شغل كوما ان ريستورون، بالك المرقد تاعكم يكون كيف صافي، لازم يحموا العمال طبعا. والطريقه الانسب هو هذاك لو تيست، يعني ما كاش طريقه واحده هو تصرف بالعكس يثمن، يعني سي ريسبونسابل او كونترير. نعم. يعني تصرف عمل مسؤول. نعم. تصرف مسؤول. قبل ما نروحوا للسؤال تاع الرابع تاع تاع محمد الحافظ، راح نستقبلوا ام هاجر باش ما نفقدوهاش. السلام عليكم ام هاجر. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتوره بودين. وعليكم السلام. كيفك بنتي؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. متشرفه بالدكتوره اللي راها معاك. دكتوره ميهو، الاولى بغيت نسقسيكم على هذا الفاكسين الثالثه. أناني دايره زوج، راني قريبه ندير 5 شهور ملي درت الزوجه. اسكو نستنى 6 شهور باش نديرها؟ هذا الاول. الزوج السؤال هي اسكو نعاود نديرها وين درت الاولين، ولا نديرها وين ما، خاطر انا نسكن في مغنيه كما على بالك، بصح درتها في وهران عند بنتي. نعم. لي دو فاكسين الاولين. هذا السؤال الاول تاعي كونسيرنيني انا. غادي نهضر لك دروك على بنتي. هذا العام ربحت الباك وراها تقرا في لافاكولتي دو ميديسين كما قلت لك. وللفاكسين لا في سي 18 هذا موا ديسمبر. قالوا لها ديري، قلنا احنا نديروا لها الفاكسين. قالوا لهم ما ديروش برا الفاكسين، غادي نديروا لكم تاع لا ديفتيري كما كانت تقول الدكتوره، وتاع التيتانوس. من بعد عاد نديروا لكم تاع الكوفيد. بغيت نسقسي الدكتوره، هادو زعما واجبين هادو ديك الديفتيري هادو يديروهم لهم في لافاكولتي؟ نعم. بغيت الدكتوره تفهمني مليح، خاطر هي عندها 18 دروا كون برانسيب دير تاع الكوفيد، وتضل برا كيما نقولوها تركب في الطرام في لي بوس هذا، خفنا بزاف. وعلى بنتي هاجر،
عندها الانيمي ودروا كتبوا لها ديابيت راه تشرب جلوكوفاج دياميكو اسكو دير الفاكسين ولا ما ديرش؟ لي ميدسان في الاول كي شافوا فيها الانيمي قالوا لها ما ديريش لو فاكسين تاع الكوفيد جو بارل على هاجر وعلى بنتها لا فاكولتي دو ميدسين هاشا قالوا لهم راني قلت لكم وعام سعيد لكم كامل شكرا تمنوا الخير والصحه والهنا لكاع المسلمين وكاع العالم امين وسمحوا لي والله يعاونكم ودوكي نغاكروشي جاوبوني خاطر راني بنقصل التيلي شكرا وبقاو على خير وبارك الله فيكم الله يبارك فيك ام هاجر سعيده جدا وبقاو على خير وانا نفرح بزاف كي نشوفك دكتورة بودين وكي تجيبي لنا الضياف مرحبا بهم الله يبارك فيك كون جيت قريبة كل يوم نجيب لكم تاي باش تشربوا كي نسمعوك يغنينا عن هذا كرم كي نسمعوك راهو كرم شكرا لك يسلمك ربي يخليك دكتورة الله يبارك فيك الله يعاونكم والله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله امين ريحينا بزاف مرضنا الله يعاونكم بقاو على خير امين بالسلامة في امان الله ام هاجر أم هاجر وفية قناة القرآن الكريم ليس فقط وفية بلسم بل وفية قناة القرآن الكريم إذن ولما ما نسمعوهاش نفقدوها لذلك كي نسمعوها نفرحوا وطلع لك المعنويات ووفية ومنضبطة يعني هي عندها أمراض مزمنة لكنها منضبطة تماما ما شاء الله حتى الأسئلة تاعها طبعا في صميم الموضوع هي دارت لقاح ولقاح الثاني لقاح الأول والثاني والثالث قالت لك عندي 5 شهور ملي دارت الثاني هل تسنى حتى 6 شهور باش دير الثالث ولا تروح ديرو ولكن دارته هي تكون في مغنية يعني لهل بالضرورة تروح ديرو في وهران كما دارت الأولين يعني هي بمجرد اللقاح الثالث هي الجرعة الثالثة من اللقاح هي نورمالمون كي يروحوا يديروا اللقاح يخدموا لهم بطاقة وانا ما نقدرش يعني ما نقدرش نفصل في الامر ما نقدرش نفصل في الامر يعني بطريقة لانه هذه الاجراءات كيفاش يستقبلوا المرضى وكيفاش يمدوا لهم البطاقات باسكو كاين parfois il partage le travail entre les wilayas les communes et tout ما نقدرش ندخل في هذا الشيء بصح الحاجه اللي نقدر نقولها باللي عندها هي البطاقه تاعها ومكتوب فوقها ومكتوب فوقها الـ 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 مكتوب فوقها الـ الجرعات اللقاح اللي دارته والجرعات تري بيان دونك انا جو بونس كو ام دايرين ثاني ك دي ديلي فترات يسنهم يعني الوزاره راهي محده هذا الشيء بطريقه منضبطه يعني شحال يسناو باش يقدروا يديروا الجرعه الثالثه دونك يا با دو بروبليم تروح تتقرب انا جو بونس تروح تتقرب من ان سونتر تاع التلقيح تما في المنطقه اللي راهي فيها فوالا ومن بعد يقدروا هي نورمالمون بالبطاقه كاين اسم اللقاحات وكامل ما كاش مشكل ومن بعد هما يحسبوا لها المده وهما بيان سور يتبعوا لي سيركولير مينيستيريال يتبعوا بانضباط دونك اذا شافوها باللي دخلت في المده هم يدير وما كاش مشكل باللي يديروا لها في وحده اخرى ماشي شرط الوحده الاولى هم يديروا لها سينو راهم يبعثوها يقولوا لها كي يلحق الوقت تروحي الوحده الاولى تاعك هذا وين دارت الاولى هذا الشيء والله ما نقدرش نفصل نعم هذا امر الاجراءات هذو اداريه ما نقدرش نقول لكم حاجه وبالك خطا صح بالنسبة للفتاة اللي طالبة جامعية نعم وباش تدير وصلت 18 سنة وحبوا يديروا لها العائلة حبتها تدير اللقاح نتاع الكوفيد لكن الجامعة قالوا لهم استناو نديروا لكم اللقاح نتاع تيتانوس وديفتيري وي هل تنتظر تدير ديفتيري تيتانوس من بعد تدير كوفيد؟ نعم تقدر تدير هكذا هو ماشي كاين بيسك جبدنا هاد ديفتيري تيتانوس كاين ثاني كالمثال تاع لو فيروس دو الفاكسان تاع لا غريب اللقاح تاع لا غريب داكور دونك الناس دوكا راهي في الفتره دوكا الناس راهي تدير في الكوفيد او ميم طون راهي تدير في اللقاح تاع تكون فترة ما بيناتهم هكذا ماشي في نفس اليوم ولا طبعا ماشي في نفس اليوم 10 ايام اذا درتي 10 ايام 15 يوم امام اذا شهر نقولوا هذا الشهر دير اللقاح تاع لا غريب الشهر الجاي دير اللقاح تاع كوفيد الكوفيد ولا كيما هاد
المشاهده هذا الشهر يديروا لهم في الجامعه تاعهم اذا داروا لهم الدي تي لانه فيه اعادات. الشهر اللي من بعد اذا كانت لاباس وفي حاله صحيه جيده دير لقاح تاع ما كانتش مريضه سورتو بالكوفيد تقدر دير لقاح تاع الكوفيد. نعم. بيان سور 18 عام من 18 سنه والفوق بيان سور جامعيه دونك تاخذ المواصلات في خطر عليها كو مالغري هي ما تمرضش مي بان ترفد المرض ما يبانوش عليها الاعراض بصح تقدر تديهم الاله اللي عندهم امراضه مزمنه كيما امراض مزمنه. نعم. ربي يشافي الوالده تاعها والده الطالبه هاجر. نعم. عندها انيميا وعندها امراض مزمنه سكري ممكن ارتفاع ضغط شرياني وبالتالي نصح الاطباء انها لما كان عندها انيميا ما تقدرش تدير اللقاح نتاع الكوفيد وكتاش تنصحيها باش ديرو لانه انيميا فيه تعب شديد اصلا الانيميا هي متعبه. صحيح. واللقاح اكيد ممكن فيه بعض الناس يديروا تفاعل مع اللقاح ممكن بعض الاعراض مثل الحمى مثل. نعم. ممكن يحسوا بنوع من التعب نوع من الارهاق او بعض الالام في المفاصل فهذا كله فوق انيميا فوق سكري. يعني واش تنصحيها دكتوره؟ نعم هي صحيح عندها هاد الانيميا تقدر تمد لها شغل حاله صحيه ضعيفه بالك الطبيب اللي كان في عياده المعالج تاعها ولا اللي كان في العياده تاع التلقيح شاف الحاله الصحيه تاعها بلي راهي بالك عندها الانيميا تقدر تمد ارهاق شديد تقدر تمد الام في الراس الام في الراس الام في المفاصل الام في الجسم يعني كله تقدر تمد نقص في الضغط ثاني بالك الطبيب المعالج شافها بلي ما راهيش المرحله الملائمه لهذه المريضه باش بالك راهي نقولوا لها تعالج الانيميا تاعها. نعم انا يعني ننصحها تعالج الانيميا تاعها يعني المريضه ترفد روحها شويه ومن بعد كدير اللقاح تاعها في اقرب وقت كي تكون يعني في الحاله الصحيه مستقره او مستقره. صحيح. نرجع الى الاخ محمد الحافظ في سؤاله الاخير ما هو الشيء الذي يعطي الامل في وعي الناس؟ يعني كيف شنو هو الشيء اللي نشوفوه ويعطينا يعني نظن محمد الحافظ يحوس انه الناس تاخذ الوعي يعني يكون عندها وعي وشنو الشيء اللي يخلينا يكون عندنا امل في ان الناس صراحه يكون عندها وعي يكون عندها معرفه علم بهذا الموضوع هذا موضوع الكوفيد في حد ذاته يعني المرض اليوم راهو كوفيد حتى الفيروس تاع الانفلونزا قد يكون خطير بالنسبة لبعض الأشخاص مش غير الكوفيد اللي ممكن صحيح ما يلزمش نديرو فوبيا الكوفيد اليوم لاحظنا أنه فيه البعض من الأطباء حتى أو الأشخاص وقعوا في فوبيا الكوفيد هذا موجود ليس كذلك صحيح. يعني لما نشوفوا بعض الناس يشوفوا طبيب لابس البدلة نتاعه ولابس هندامه ممكن يصابون بهلع إذا كان راح مثلا انتقل من مصلحة إلى مصلحة هو يعمل في مصلحة لممكن استعجالات أو قريبة من مصلحة الكوفيد وينتقل إلى مصلحة أخرى اللي هي تخصص معين فيشوفوه بنظرة وكأنك أنت راك لابس قناع من الكوفيدات. كوفيدات نعم صحيح. نعم. كاين هذا التخوف كبير الشيء اللي نقولوه هو يعني صح هدرنا الحاجات كيما نقولوا لي ماشي ملاح تاع هذه الجائحه هذه بصح الحمد لله كيما رانا كيما شفنا للاسف ناس توفات شفنا ناس ثاني كبرات وتعالجت وشفنا ناس حمات نفسها كيما كان يقول باللي كاين ناس عايشين يعني كيما نقولوا ما داروش كامل الاعراض تاع الكوفيد الحمد لله انا نقول كاين ناس اللي ما تقاستش كامل بالمرض وعلاش بالك عندهم مناعه في الجسم تاعهم اللي حماتهم بالك يديروا الوقايه بطريقه منضبطه يعني كل شيء يعني هاد الحاجات كامل ما يروحوش في الاماكن المكتظه ما يروحوش فوالا هذوك الاماكن المكتظه ما يروحوا لهمش بدون سبب فوالا دونك هذا الشيء امل كمان يعني فيه نتيجه
انسان اللي حافظ على نفسه فورسيمون كاين نتيجه، دونك على بها الانسان ما لازمش يقول بلي الكوفيد ما يكونش فيه تهور، ما يكونش فيه تهور بيان سور، وماشي تخوف يعني ان جوست ميليو، ماشي تهور تاع غولاشمون واحد يطلق روحه كومبليتوم حتى وين يمرض هو واهله لا قدر الله يكون فيه وفاه ولا، ومشي يكون فيه تانيك فوبيا لدرجه يعني لازم يعني الطريقه الانتيليجنت الذكيه اللي نتعاملوا معها هي نعيشوا مع هذا المرض. وكيفاش نقدروا نتعايشوا معاه؟ نعيشوا كاين التدابير الوقائيه، نستعملوا التدابير الوقائيه يكونوا نتعايشوا يكونوا معنا في كل وقت، ونديروا حياتنا اون فاكا نو زوكوباسيون، تما نديروا حياتنا وانشغالاتنا بطريقه عاديه، بصح تكون حامي نفسك ودير وعيش حياتك بطريقه عاديه. هذه هي الطريقه المثلى والذكيه باش نتعايشوا، لانه راكم تشوفوا اولى الثانيه الموجه الثالثه لا قدر الله الرابعه بالك رانا على الابواب، دونك لازم 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 يقعد في الذهن تاعنا باللي الطريقه الذكيه هو التعايش مع هذا المرض. نعم فوالا. دكتوره مهوب ذكرتيني في احد الفحوصات الكوفيد، كنت في مناوبه في الكوفيد، من بين المرضى اتتني مريضه اذكر تسكن في ضواحي الكاليتوس هنا في الجزائر العاصمه، وجات في الاسبوع يعني في نهايه اسبوع بعد مرضها بالكوفيد، وكان عندها اعراض الى غير ذلك. ففي الفحص قلت لها وعلاش جيتي اليوم راكي مليحه؟ قالت لي جيت باش نشوف الى مازال فيا الكوفيد ولا. قالت لي بديت نوض والحمد لله راني مليحه. قلت لها واش شربتي دواء؟ وري لي الوصفه تاعك نشوف الدواء اللي شربتيه ونشوف مع الحاله. عاينت درت المعاينه، فحص تاعها كان رائع، الاكسجين مستوى الاكسجين هايل، كانت تتكلم بكل اريحيه، ما عندهاش ضيق تنفس رائعه. قلت لها واش الادويه؟ قالت لي ما شربتش دواء. قالت لي ما عنديش باش نشري دواء. قالت لي لكن ما عندهاش طبعا بطاقه الشفاء وما عندهاش الوسائل، يعني مراه يظهر عليها انها فقيره، ونحن كلنا فقراء، فقراء الى الله، كلنا يعني والله هو الغني. ومثل هذه الاشخاص يعني رايتها، صدقيني رايتها قويه جدا. فقالت لي كنت نشرب كاع لي تيزان، قالت لي هكذا، قالت لي شربت زنجبيل، شربت زعتر، قالت لي شربت اللويزه، قالت لي كاع لي تيزان شربتهم، قالت لي والحمد لله كنت ناكل مليح. قالت لي قلت لها درتي الحلبه؟ قالت لي درت الحلبه. شوف سبحان الله، يعني انسانه ضعيفه بسيطه على بساطتها، يعني كانت في اسبوع تماثلت للشفاء بدون استعمال مضادات حيوية. صدقوني هذه المريضة يعني خلتني فكرت فيها في كل مرة نتفكرها. هي حقيقة نذكر أن الإنسان يكون يتسلح بالإيمان القوي، يتسلح يكون عنده صبر، يكون عنده شجاعة، يكون عنده إيمان، يكون عنده يقين بأنه الله عز وجل هو خالق كل الفيروسات. صح. ليس فقط الكوفيد هو الخطير، هناك ما هو أخطر، هناك من توفي ليس من الكوفيد، توفي في هذه السنوات يعني هذه السنتين الفارطة بسبب بكتيريا مالاريا أخطر. صح. يعني رحمة الله على كل من وفته المنية. حقيقة ممكن الكوفيد جاء ليذكرنا، ممكن الكوفيد فيه الكثير من الحكم. هناك من كان في صحة قوية، صحة بدنية وقوام رائع وتوفي، وهناك من كان يعاني من سرطان، سرطان الرئة، ومرض بالكوفيد ودخل الاستشفاء وشفي. إذن هناك مفارقات، يبقى دائما الأمل في الله عز وجل، يبقى الثقة واليقين في الله. مشاهدي الأفاضل وصلنا إلى نهاية هذا العدد، لا يسعني إلا أن أعطيك كلمة ختامية دكتورة إن ممكن في دقيقة. أنا الدقيقة الختامية تاعي حنستعملها في التذكير للناس، يعني ما نقدرش نحبس ونقول لهم الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، هذا واش نقول لهم، ربي يحمي الجميع إن شاء الله. شكرا. أذكر فقط الحصة المقبلة إن شاء الله راح تكون حول القلق عند الأطفال المتمدرسين، وأطلب من الأخت أم آدم أن تعاود الاتصال بالفرقة التقنية
في ذلك اليوم، لأن الدكتورة نايت مسعود مستعدة لعلاج ابنها بالمجان. إذن مشاهدينا الأفاضل، أشكركم على تواصلكم وعلى صبركم معنا ووفائكم لقناة القرآن الكريم. نضرب موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله. أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه. السلام عليكم.